صح لسانك وبيض الله وجهك. الآن مع الشاعر الشاب شاعر بن عبد الله الرحمن بن تفضل. مساكم الله بالخير جميع، أهني يا خير الحديث بجاد بن ناحية ورموت، وعندي قصيدة بالشيخ شفاف بن ناحية ورموت. راكب اللي سقت في رفرفة 90 كاش أبيض كأنه قهز راس نصب مسحكي، نحل الشيخ المكارم على الوجه البشاش لنفه ضيوف وجهه طريق يضحكي، ما تعقد ناظره يوم الجلاش لا شيخ صامت ما يجي من تنديد الحكي. أبل الجنهتان جوده مثل وبل الرشاش، والمكارم يستم في حرم حق حكي، فزعته فزعت ولي العهد تروال عطاش، وقفته وقفات شيخ ذكية محنك وبذر الله وقف كل منهم قال عاش، وقفت الله فيها ريبة ولا فيها شفيكي. غص بحر الشعر يا مصطفى موجه وجاش، شعر ما له واقعية نسميه تبكي، بشعر لا حطافة ولا حد قال ماش، حد شعر على العسر وترض لك هو شبيب يا حضر فمسيا ولا نقاص صنمي ما فرقه واقول انه ذكي. وبشعر يصح مثل في وسطاش، كل بقي من قصيدة له ومفكفكي، ايه يا ابن الذيب تعنس على ضلع هشاش، شعر ما له واقعية ولا معنى حكي. صح لسانك وبيض الله وجهك. الآن عودة إلى الشاعر زبار بن جاد فليتفضل. ترى المجال مفتوح للشعراء اللي عندهم مشاركات فليتفضلوا. الرسول اللي بعثها الله لتفتيت الجهالة، وانقذ الأمة من الشرك وضلال الجاهلية، من هداها الله تبع هديه وتاج العز ناله، والله انه فايز بأعلى شرف وأغلى هدية. كل علم فيه خير الكل مسلم دلناله، عبقرية تكتبس منها العقول العبقرية، الشهامة والكرامة والتواضع من خصال، كل خصال حميدة فضل من رب البرية، الوسيلة والفضيلة والشفاعة كل هالة، وحوضها اللي من شرب من ماء شربه واهنية، كل مسلم في بقاع الأرض مؤمن برسالة، مؤمن بالله ومحمد رسول الله نبيه، واجب انه يقف صامد في وجه اهل الضلاله، واجب انه يقف صامد في وجه اهل الضلاله. من صفات المؤمنين الحق غيرتهم قويه، والحبيب مشرفه رب البشر جل جلاله، ما تمس السخرية الساخر وكيد الزندقيه، يمة الاسلام كل حسب موقعه ومجاله، دافعوا عن دينكم واسم الحبيب من الأذية، اعتزوا يا أهل الحمية والمروة والإصالة، هذا هو وقت الحمية لا تنادوا بالحمية، سيد الأمة محمد كل ما نملك فداله، سيد الأمة محمد كل ما نملك فداله، بأبي هو وأمي فداه روح الرضية، يا حبيب الله رسوله يا ضي البدر بكماله، أمتك أمة عظيمة رغم ظلم العنصرية، ميزة المسلم صبور ولا غضب صعب احتماله، فاحفر كان الغضب والغرب حسوا بالخطية، يا مقدسة البقر يا مجتمع خبث وحذاله، من قرادة حظكم صرتوا الفورة نضحية، والحبيب مشرفه رب البشر جل جلاله، ما تمس سخرية الساخر وكيد الزندقية. صح لسانك وبيض الله وجهك. الآن عودة إلى الشاعر مرهب بن عبد الله فليتفضل مع المشاركة الجديدة. عندي أبيات مرسلها مرزوق مقاطي، وأسمعكم مع بدع ورد. حسني مبارك دخل داخل قفص الاتهام، قربه الحكم وأحلى ملعم وغرته، محققين معه فول ليال الصيام، ليا ذكر ما مضى له وان من حرته، يقوم ويطيح كانه ما خلق له عظام، وليا تعنش مخالب الحكم فرته، والقاضي اللي على الكرسي عليه الكلام، اما نوى سقطه ولا نوى غرته، وضع العرب يا ولد معتد ما شوفه تمام، اكبر حرامي قبل يسرق فنجرته.
قال مرزوق المقاطي عزاه يا عيني اللي ما تذوق المنام أجوز فكري مسريها وهي سرته مجور يا راسي اللي ما يجيها الملام ومجور يا قلبي اللي ما برد حرته خدمت شعر النبط 25 عام وخدت من حلوته وخدت من مرته ولكل سباح أرسلته على البحر عام ولكل من عام فيه يجيب لي درته بعض المعاني سوات القادر أم الثام لناش هطيم لفنوب الحياة طرته أعرف معانيك مرهب علي الحرام مرة حسني مبارك ولا مرته أعلم معانيك مرهب علي الحرام مرها حسني مبارك ولا مرة لكني محترم خلك على الاحترام والعلم في قرته والوضع في سرته ونوصلت الخط الأحمر قف ولا لك كلام قدام لا نشيد المسرور وش صرت سلام جيبي صح لسانك والله وجهك الآن عودة إلى الشاعر منير بن عبد الله بن تفضل هذه قصيدة للشاعر الشيخ والفارس طريخ من ديان الغمور عندما أمر الملك عبد العزيز بتوطين البادية واجتمعوا من حول الربع ولكن في يوم من الأيام رحلوا بيتهم إلى نجد وهز الشوق إليهم وقال هذه القصيدة لا ضاق صدري قلت شفوني النار هات الله يرحمه وسلامته وانا اتكلم بجاه الرحمن الشعار صاحب